صحيح انه اليوم كبير بالنسبه لنا لاعتبار انه فوز على منتخب العراق ليس بسهل. اللي كان مهم اليوم هو الايمان بالحظ ديالنا، الايمان بالامكانيات اللي هي موجوده عندنا، وثاني حاجه الصبر خاص ثاني في تدبير بعض يعني اللحظات ديال اللقاء اللي كانت صعبه على 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 اللاعبين ديالنا. صحيح انه سجلنا في نهايه الشوط الاول، لكن من المقابل اتيحت لنا اربع فرص كانت منها انفراد ديال علي علوان، مع الاسف لم يترجم الهدف، لكن كان ممكن ان ننهي الشوط الاول يمكن بهدفين او ثلاث. الحمد لله رب العالمين. مبارك لجمهورنا اول شيء، مبارك لكل واحد سندنا اليوم في المباراه. المباراه كانت صعبه يعني من كلا الطرفين. الحمد لله دائما المنتخبات الكبيره دائما بترجع في المباريات، واحنا يعني قدرنا نستغل الطرد